ماشي رقص مرة كان صحا سلام خدام وما عرفتش انا شنو جاو قالوا لي ولدك راه طاح ملي جابوه ليا تيشكي براسه زول البنات داو دوزو لي وداروا له السكانير قالوا خصني نعس في السبيطار ديال الراس وديناه نعس وكان متبع تيديروا له الراديو متبع معاه ولكن هو مبغاش يجلس ليا مبغاش يجلس ليا في السبيطار ما صبرش حتى الطبيب دابا اللي كان شادو مكلف به قبل ما يجي هاد المرض كوفيد الاول هو مشى لفرنسا بقى تما ما بقاش بيني وبينه اتصال فهمتي دابا انا تنطلب غير اللي يعاونني عليه الكاريه وما ما انتش ما بقاش عندي جيت للخدمه ولا شي حاجه انا براسي تنعاني مريضه يعني انت كيما قلت لك انت خصك العوين اي يرحم والديك عطاك الصحه ولدي بغيت اللي يعاونني خص حويجات خص فراشات السيده جابت لي هذا اللي سخاب شي حاجه الله يرحم الوالدين دابا هو ولا مسكين مقعد شاد الارض شاد الارض ولدي ما تيتحرك ما تيخرج ما حتى حاجه الا ما انا خدمت عليه ما كاينش اللي غادي يخدم عليه ما كاينش اللي غيعرف عليه ما كاينش اللي غيعرفو اصلا ما نقولوش عنده شي حد عنده الله هو يمتق تنطلب المحسنين كان شي حد يعاوننا ويشوف نحنا الله يسهل عليكم يعني هو مسكين كيما قلت في الاول كان بالصحه ديالو كان صحيحته راه ولد وليد كان صحيحته كان قلت لك مع المراه وكرا ليها وكان عايش معها تمشي للسوق في الجطيه كاع الناس تعرفها في الجطيه يقول لها الدرويش يقول لك الله يا ودي كان خدام على راسو كان خدام وعايش وكل شيء لكن ولدي ما عرفتش مكتوبه كيفاش طرا لي حتى تطاح ولحق لهاد الحاله ما كانش معايا لمده 4 سنين دابا كثار من ربع سنين أكثر هذا يكون هذا العام السادس هذا العام اللي دخل جديد يكون هو العام السادس فيه باش مسكين مرض باش هو مرض صافي ملي تشلل وجلس كان في السبيطار كنت مشي عنده ما بغاش يجلس في السبيطار قال كان هو خرج من السبيطار لقى الفرصة وخرج قلبنا عليه ورديناه كان تيمشي شوية في الأول كان شوية ديال العكاز وتيمشي بالعكاز لا كان شويه كان بالعكاز كنت مشيت للدار ويجي عندي بالعكاز ولكن مؤخرا ما صافي ما تلاش تقطع له الجهد ما بقى ما تمشي لا بالعكاز لا والو حتى في الدار ما بقاش يوقف كنت تينوض حاجه كتمشي للطواليت نعاودو ندخلو دابا لا ما ليكوش الخطا ليكوش ما تينوضش ما كاينش واحد اللي جيت كيوجهك جاب ليا الكروسه قال لي اللي بغى يخرج هكا تخرجيه ولا يدور شويه ولا شي عندو الكراسه ديال الكلاس هذوك اللي يجلس فيها ولا يخرج فيها وكيضربو الشمس ولا اما باش كنشوف ما بقاش كيتكلم لم تيهضر هو ملي طاح ما بقاش يهضر ملي طاح ما بقاش يهضر كنشوفو كيفهمنا مسكين تيفهم تيتفاعل مع الاسف هو يفهمك ويعرف كل شيء ولكن باش يهضر معاك ما تيهضرش يعني انتي الطلب ديالك الوالد الوحيد هو انا بغيت اللي يعاوني ولدي عييت انا حسيت بتقهقي يعطيك الستر الله يسهل عليك ولدي ويرضي عليك يعطيك ما تمنيتي كارية والقلة اقسم القلة يلا خلص الضو ديال الشهر الاخر وهو جاني واحد دابا وانت تتشوف ما عنديش الجوطية هي القديم وما كاينش الرواج هاد الايام كاينه ازمه ما كاينش الرواج ما عنديش السلعه اللي غادي تتباع وتجيب لي الفلوس تدخل ليا المدخول هذاك الشيء كنت زعما لقيت شي حد لي يعاوني يشوف من حالي ويعاوني بلي قسم الله علاش ما قدو اي حاجه انا مثلا مشيت تنشر حويجات الله يخلف عليهم فلوس الله يخلف عليهم داك الشيء اللي جاب الله اشويه نكون باش نكون الله يسهل على اللي بغى يكون معنا ويكون معهم الله سبحانه وتعالى الشهر المبارك نقول لمولدي الله يسهل عليهم والله يرحم الوالدين الله يعطف القلوب يرطب القلوب والله يكون معنا ومعهم تيشوفوا ما نقدرش نقول لك شي حاجه اكثر من نطلب الله اللي يسخر الله شي حاجه الله يجازيهم بخير باش نقول لك اودي الله يجازيكم بخير كاملين الله يرطب القلوب.
الله يرحم الوالدين. ما اللي عطل هو هذا، ما كاين شي حاجه اللي. واخا مشبهين الكرام، انا راه دائما تنكون يعني وراء الصوره، ولكن تندخل نهضر. علاش؟ وهذا الامر هذا اللي كنقول لكم ديما وديما كنلاحظوه واحد النسبه مئويه كبيره في الفيديوهات اللي كنصوروا لكم متابعينا الكرام، هو ان ديما كنقول لكم تهلاو في الوالدين ديالكم، راه في الاخير هما اللي كتلقاو. راه انتم كيف ما كتشوفوا هذه الام هذه مسكينه كيفاش معذبه، ويعني في الكواليس قالت لي ان هي كتنسى راسها، هي اصلا مسكينه مريضه وكتسمح في راسها، ما كتشريش الدواء لنفسها وكتشريه للابن ديالها. اللي ابن ديالها سواء شحال ما دار في العمر 18 20 40 راه كيبقى الابن ديالها، وكيبقى ديما الامهات والوالدين سواء الاب ولا الام راه هما اللي كيوقفوا مع الوليدات. راه اي واحد ممكن انه يوقف معك، صديق قريب، ولكن الوالدين في الاخير هما اللي كتلقاهم معك، الوقت اللي كطيح هما اللي كتلقاهم معك. لهذا كنقول لكم وكنعاون نقول لكم تهلاو في الوالدين ديالكم. راه مع الاسف في الاواخر كنوليو نشوفوا يعني شي ظواهر اللي كتخرج في الاعلام اللي تقشعر لها الابدان، ولكن منين كنجي انا شخصيا كنصور شي حالات انسانيه بهذا الشكل هذا، يعني انا كنبقى مفاجئ يعني في تصرفات ديال الوالدين اللي لا حول ولا قوه الا بالله لهم. فها هي هذه الام هذه قدامكم، هي راه كافحات من صغره، وهي كافحات مع هذا الابن هذا من صغره وفي كبره، ففقط هي طالبه منكم العوين وتستحق هذا العوين هذا منا حنا كاملين كمغاربه. وحنا كنعرفوا ان المغاربه كرماء، فنتمنوا ان ما نبخلوش على هذه الام هذه، لان شخصيا كنحييها من هذا المكان هذا وتستحق يعني التحيه. مازال مسكينه ما عندهاش الصحه واقفه مع الابن ديالها وغتبقى واقفه معاه، ولكن خصنا نعاونوها، خصنا نعاونوها. ونتمنوا ان المغاربه ما يحشموناش المهمه، وان شاء الله حتى عبد الله نتمنوا له الشفاء العاجل يا رب. ونتمنوا ان شاء الله الفيديو الثاني نرجعوا عند عبد الله ويكون حتى هو بصحه جيده، ولا نرجعوا عند هذه الام هذه ولقاوها شويه يعني لقات اللي يعاونها. وانا اكيد يعني باش نختم كلامي، لا لقات اللي يعاونها يعني حتى هي مسكينه غادي تفرح وغتقول راه كاين شي ناس اللي معايا، كاين ناس اللي كيدفعوني اللي كيعاونوني، يعني حتى معنويا غادي ترتاح شويه. فنتمنوا متتبعينا الكرام اننا نعاونوا هاد السيده هذه والابن ديالها. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، على هاد المنظر المحزن كنقول لكم تحياتنا لكم.